ألف لام ميم ها سوى الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا ما أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وزاق بهم زرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعصوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمودا وقد تم ثمودا
وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته السيئة ومنهم من قصفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتقطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صلوات سورة روم عنكبوت ختم ہوا
بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم حل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر
دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون يكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وبئس القرب وقربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة يريدون وجه الله فأولئك هم المزعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليزيقهم من رحمته لتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى البدق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرآه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ظلوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة كذلك كانوا يوفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون ويومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون
فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اللهم صل على محمد. حضرت صاحب سورہ دخان پڑھی آئی ہے. یہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم إن أن أدوا إلي عباد الله إنكم لرسلكم رسول مبين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني أستغفر ربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا إلا فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فاسر عبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثنا قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خيرنا قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم
یا قدیم و یا علیم و یا حلیم و یا حکیم سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا سید الساداتی یا مجیب الدعواتی یا رافع الدرجاتی یا ولی الحسناتی یا غافر القطیعاتی یا موتی المسلاتی یا قابل التوباتی یا سامع الاصواتی یا عالم القفیاتی یا دافع البلیات سبحانک یا خیر الغافرین یا خیر الفاتحین یا خیر الناصرین یا خیر الحاکمین یا خیر الرازقین یا خیر الوارثین یا خیر الحامدین یا خیر الذاکرین یا خیر المنزلین یا خیر المحسنین یا من له العزة والجمال یا من له القدرة والکمال یا من له الملک والجلال یا من هو الكبير المتعال یا منشی الصحاب الثقال یا من هو شدید المحال یا من هو سریع الحساب یا من هو شدید العقاب یا من عنده حسن الثواب یا من عنده ام الكتاب اللهم اني اسالك باسمك يا حنان يا منان يا دجان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان سبحانك يا من تواضع كل شيء لعظمته يا من استسلم كل شيء لقدرته يا من ذل كل شيء لعزته يا من قزع كل شيء لهيبته يا من انقاد كل شيء من خشيته يا من تشققت الجبال من مخافته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من يسبح الرعد بحمده يا من لا يعتدي على أهل مملكته يا غافر الخطايا يا كاشف البلايا يا منتهى الرجايا يا مجل العطايا يا واهب الهدايا يا رازق البرايا يا قاضي المنايا يا سامع الشكايا يا باعث البرايا يا مطلق الأسارى يا ذا الحمد والثناء يا ذا الفخر والبهاء يا ذا المجد والثناء يا ذا العهد والوفاء يا ذا العفو والرضا يا ذا المن والعطاء يا ذا الفضل والقضاء يا ذا الفصل والقضاء يا ذا العز والبقاء يا ذا الجود والسقاء يا ذا الآلاء والنعماء اللهم اني اسالك باسمك يا مانع يا دافع يا رافع يا صانع يا نافع يا سامع يا جامع يا شافع يا واسع يا موسع يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مهموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مغزول يا ساتر كل معيوب يا ملجا كل مطرود يا ودتي عند شدتي يا رجائي عند مصيبتي يا مونسي عند وحشتي يا صاحبي عند غربتي يا وليي عند نعمتي يا غياثي عند قربتي يا دليلي عند حيرتي يا غنائي عند افتقاري يا ملجائي عند اضطراري يا معيني عند مفزعي يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كاشف الكروب يا مقلب القلوب يا طبيب القلوب يا منور القلوب يا انيس القلوب يا مفرج الهموم يا منفس الغموم اللهم اني اسالك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا قبيل يا مديل يا منيل يا مقيل يا محيل يا
يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا جار المستجيرين يا امان الخائفين يا عون المؤمنين يا راحم المساكين يا ملجا العاصين يا غافر المذنبين يا مجيب دعوة المضطرين يا ذا الجود والإحسان يا ذا الفضل والامتنان يا ذا الأمن والأمنان يا ذا القدس والسبحان يا ذا الحكمة والبيان يا ذا الرحمة والرضوان يا ذا الحجة والبرهان يا ذا العظمة والسلطان يا ذا الرافة والمستعان يا ذا العفو والغفران يا من هو رب كل شيء يا من هو إله كل شيء يا من هو خالق كل شيء يا من هو صانع كل شيء يا من هو قبل كل شيء يا من هو بعد كل شيء يا من هو فوق كل شيء يا من هو عالم بكل شيء يا من هو قادر على كل شيء يا من هو يبقى ويفنى كل شيء اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا مكبن يا ملقن يا مبين يا مهبن يا ممكن يا مزين يا معلن يا مقسم يا من هو في ملكه مقيم يا من هو في سلطانه قديم يا من هو في جلاله عظيم يا من هو على عباده رحيم يا من هو بكل شيء عليم يا من هو بمن عصاه حليم يا من هو بمن رجاه كريم يا من هو في صنعه حكيم يا من هو في حكمته لطيف يا من هو في لطفه قديم يا من لا يرجى الا فضله يا من لا يرجى الا فضله يا من لا يسأل الا عفوه يا من لا ينذر الا بره يا من لا يخاف الا عدله يا من لا يدوم الا ملكه يا من لا سلطان الا سلطانه يا من وسعت كل شيء رحمته يا من سبقت رحمته غضبه يا من احاط بكل شيء علمه يا من ليس احد مثله يا فارج الهم يا كاشف الغم يا قافر الذنب يا قابل التوب يا خالق الخلق يا صادق الوعد يا موفي العهد يا عالم السر يا فالق الحب يا رازق الانام اللهم اني اسالك باسمك يا علي يا وفي يا غني يا ملي يا حفي يا رضي يا زكي يا بدي يا قوي يا ولي يا من نظر الجميل يا من ستر القوي يا من لم يعاقز بالجريرة يا من لم يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا ذا النعمة السابقة يا ذا الرحمة الواسعة يا ذا المنة السابقة يا ذا الحكمة البالغة يا ذا القدرة الكاملة يا ذا الحجة القاطعة يا ذا الكرامة الظاهرة يا ذا العزة الدائمة يا ذا القوة المتينة يا ذا العظمة المنيعة يا بديع السماوات يا جاعل الظلمات يا راحم الابرات يا مقيل الاسرات يا ساتر الاورات يا محيي الاموات يا منزل الايات يا مزعف الحسنات يا ماهي السيئات يا شديد النقمات اللهم اني اسالك باسمك يا مصبر يا مقدر يا مدبر يا مطهر يا منبر يا ميسر يا مبشر يا منذر يا مقدم يا مؤخر يا رب البيت الحرام يا رب الشهر الحرام يا رب البلد الحرام يا رب الركن والمقام يا رب المشعر الحرام يا رب المسجد الحرام يا رب الهل والحرام يا رب النور والسلام يا رب التحية والسلام يا رب القدرة في الأنام
يا احكم الحاكمين يا عادل العادلين يا اصدق الصادقين يا اطهر الطاهرين يا احسن القالقين يا اسرع الحاسبين يا اسمع السامعين يا ابصر الناظرين يا اشفع الشافعين يا اكرم الاكرمين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا حرز من لا حرز له يا غياث من لا غياث له يا فخر من لا فخر له يا عز من لا عز له يا معين من لا معين له يا عنيس من لا عنيس له يا امان من لا امان له اللهم اني اسالك باسمك يا عاصم يا قائم يا دائم يا راحم يا سالم يا حاكم يا عالم يا قاسم يا قابض يا باسط يا عاصم من استعصمه يا راحم من استرحمه يا غافر من استغفره يا ناصر من استنصره يا حافظ من استحفظه يا مكرم من استكرمه يا مرشد من استرشده يا صريخ من استسرقه يا معين من استعانه يا مغيث من استغاثه يا عزيزا لا يزام يا لطيفا لا يرام يا قيوما لا ينام يا دائما لا يفوت يا حيا لا يموت يا ملكا لا يزول يا باقيا يا باقيا لا يفنى يا عالما لا يجهل يا صمدا لا يطعم يا قويا لا تضعف اللهم اني اسالك باسمك يا احد يا واحد يا شاهد يا ماجد يا حامد يا راشد يا باعث يا وارث يا زار يا نافع يا عظم من كل عظيم يا اكرم من كل كريم يا ارحم من كل رحيم يا علم من كل عليم يا احكم من كل حكيم يا اقدم من كل قديم يا اكبر من كل كبير يا الطف من كل لطيف يا اجل من كل جليل يا اعز من كل عزيز يا كريم الصفا يا عظيم المن يا كثير الخير يا قديم الفضل يا دائم اللطف يا لطيف الصنع يا منفس الكرب يا كاشف الزر يا مالك الملك يا قاضي الحق يا من هو في عهده وفي يا من هو في وفائه قوي يا من هو في قوته علي يا من هو في علوه قريب يا من هو في قربه لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في شرفه عزيز يا من هو في عزه عظيم يا من هو في عظمته مجيد يا من هو في مجده حميد اللهم اني اسالك باسمك يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي يا هادي يا داعي يا قاضي يا راضي يا عالي يا باقي يا من كل شيء قاضع له يا من كل شيء خاشع له يا من كل شيء كائن له يا من كل شيء وجود به يا من كل شيء منيب إلي يا من كل شيء خائف منه يا من كل شيء قائم به يا من كل شيء صابر إلي صائر إلي يا من كل شيء يسبح بحمده يا من كل شيء خالق إلا وجهه يا من لا مفر إلا إليه يا من لا مفزع إلا إليه يا من لا مقصد إلا إليه يا من لا منجا منه إلا إليه يا من لا يرغب إلا إليه يا من لا حول ولا قوة إلا به يا من لا يستعان إلا به يا من لا يتوكل إلا عليه يا من لا يرجى إلا هو يا من لا يعبد إلا هو يا خير المرهوبين يا خير المرغوبين يا خير المطلوبين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا خير المذكورين يا خير المشكورين يا خير المحبوبين يا خير المدعوين يا خير المستأنسين سبحان الله
اللهم اني اسالك اسمك يا غافر يا ساتر يا قادر يا قاهر يا فاطر يا قاصر يا جابر يا ذاكر يا ناظر يا ناصر يا من خلق فسوى يا من قدر فهدى يا من يكشف البلوى يا من يسمع النجوى يا من ينقذ الغرقى يا من ينجي الهلكى يا من يشفي المرضى يا من أزهك وأبكى يا من أمات وأحيا يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى يا من في البر والبحر سبيله يا من في الآفاق آياته يا من في الآيات برهانه يا من في الممات قدرته يا من في القبور عبرته يا من في القيامة ملكه يا من في الحساب هيبته يا من في الميزان قضاؤه يا من في الجنة ثوابه يا من في النار عقابه يا من إليه يهرب الخائفون يا من إليه يفزع المذنبون يا من إليه يقصد المنيبون يا من إليه يرغب الزاهدون يا من إليه يلجأ المتحيرون يا من به يستأنس المريدون يا من به يفتقر المحبون يا من في عفوه يطمع الخاطعون يا من إليه يسكن الموقنون يا من عليه يتوكل المتوكلون اللهم اني اسالك باسمك يا حبيب يا طبيب يا قريب يا رقيب يا حسيب يا محيب يا مصيب يا مجيب يا قدير يا بصير يا اقرب من كل قريب يا احب من كل حبيب يا ابصر من كل بصير يا اغفر من كل قبير يا اشرف من كل شريف يا ارفع من كل رفيع يا اقوى من كل قوي يا اغنى من كل غني يا اجود من كل جواد يا ارفع من كل رؤوف يا غالبا غير مغلوب يا صانعا غير مصنوع يا خالقا غير مخلوق يا مالكا غير مملوك يا قاهرا غير مقهور يا رافعا غير مرفوع يا حافظا غير محفوظ يا ناصرا غير منصور يا شاهدا غير غائب يا قريبا غير بعيد يا نور النور يا منور النور يا خالق النور يا مدبر النور يا مقدر النور يا نور كل نور يا نورا قبل كل نور يا نورا بعد كل نور يا نورا فوق كل نور يا نورا ليس كمثله نور يا من أطاعه شريف يا من فعله لطيف يا من لطفه مقيم يا من إحسانه قديم يا من قوله حق يا من وعده صدق يا من عفوه فضل يا من عذابه عدل يا من ذكره حلو يا من فضله عميم اللهم إني أسألك به نور يا من أطاعه شريف يا من فعله لطيف يا من لطفه مقيم يا من إحسانه قديم يا من قوله حق يا من وعده صدق يا من عفوه فضل يا من عذابه عدل يا من ذكره حلو يا من فضله عميم اللهم إني أسألك باسمك يا مسهل يا مفضل يا مبدل يا مذلل يا منزل يا منفل يا مفزل يا مجزل يا ممهل يا مجمل يا من يرى ولا يرى يا من يخلق ولا يخلق يا من يهدى ولا يهدى يا من يحيي ولا يحيى يا من يسأل ولا يسأل يا من يطعم ولا يطعم يا من يجير ولا يجار عليه يا من يقتضي ولا يقتضى عليه يا من يحكم ولا يحكم عليه
یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا نعم الحسیب یا نعم الطبیب یا نعم الرقیب یا نعم القریب یا نعم المجیب یا نعم الحبیب یا نعم الکفیل یا نعم الوکیل یا نعم المولا یا نعم النصیر. یا سرور العارفین یا من المحبین یا انیس المریدین یا حبیب التوابین یا رازق المقلین یا رجاء المذنبین یا قرة عین العابدین یا منفس عن المکروبین یا مفرج عن المغمومین یا الہ الاولین والآخرین. اللهم انی اسألک باسمک یا ربنا یا الہنا یا سیدنا یا مولانا یا ناصرنا یا حافظنا یا دلیلنا یا معیننا یا حبیبنا یا طبیبنا. یا رب النبیین والابرار یا رب الصدیقین والاخیار یا رب الجنۃ والنار یا رب الصغار والکبار یا رب الحبوب والثمار یا رب الانہار والاشجار یا رب السحاری والقفار یا رب البراری والبحار یا رب اللیل والنہار یا رب الاعلان والاسرار. یا من نفذ فی کل شئین امرہ یا من لحق بکل شئین علمہ یا من بلغت الی کل شئین قدرتہ یا من لا تحصی العباد نعمہ یا من لا تبلغ الخلائق شکرہ یا من لا تدرک الافہام جلالہ یا من لا تنال الاوہام کنہہ یا من العظمت والکبریاء رداؤہ یا من لا ترد العباد قضاؤہ یا من لا ملک الا ملکہ یا من لا عطا الا عطاؤہ. یا من له المثل الاعلى یا من له الصفات العلیا یا من له الآخرة الاولى یا من له الجنة الماوى یا من له الآیات الکبرى یا من له الاسماء الحسنى یا من له الحکم والقضاء یا من له الهواء والفضاء یا من له العرش والثرى یا من له السماوات العلى. اللهم انی اسألک باسمک یا عفو یا غفور یا صبور یا شکور یا رؤوف یا عطوف یا مسئول یا ودود یا سبوح یا قدوس. یا من فی السماء عظمته یا من فی الارض آیاته یا من فی کل شیء دلائله یا من فی البحار عجائبه یا من فی الجبال قضائنه یا من یبدأ القلق ثم یعیده یا من الیه یرجع الامر کله یا من اظهر فی کل شیء لطفه یا من احسن کل شیء خلقه یا من تصرف فی الخلائق قدرته. یا حبیب من لا حبیب له یا طبیب من لا طبیب له یا مجیب من لا مجیب له یا شفیق من لا شفیق له یا رفیق من لا رفیق له یا مغیث من لا مغیث له یا دلیل من لا دلیل له یا انیس من لا انیس له یا راحم من لا راحم له یا صاحب من لا صاحب له. یا کافی من استکفاه یا هادی من استهداه یا کالی من استقلاه یا راعی من استرعاه یا شافی من استشفاه یا قاضی من استغذاه یا مغنی من استغناه یا موفی من استوفاه یا مقوی من استقواه یا ولی من استولاه. سبحانک اللهم انی اسألک باسمک یا خالق یا رازق یا ناطق یا صادق یا فالق یا فارق یا فاتق یا راتق یا فائق یا سابق یا سامق. یا من یقلب اللیل والنهار یا من جعل الظلمات والانوار یا من خلق الظل والحرور یا من سقر الشمس والقمر یا من قدر الخیر والشر یا من خلق الموت والحیات یا من له الخلق تقی صاحبة ولا ولدا
یا من لیس له شریک فی الملک یا من لم یکن له ولی من الذل. یا من یعلم مراد المریدین، یا من یعلم ضمیر الصامتین، یا من یسمع عنیس انین الواهنین، یا من یرا بکاء الخائفین، یا من یملک حوائج السائلین، یا من یقبل عذر التائبین، یا من لا یصلح عمل المفسدین، یا من لا یضیع اجر المحسنین، یا من لا یبعد عن قلوب العارفین، یا اجود الاجودین. یا دائم البقاء، یا سامع الدعاء، یا واسع العطاء، یا غافر القطاع، یا بدیع السماء، یا حسن البلاء، یا جمیل الثناء، یا قدیم الثناء، یا کثیر الوفاء، یا شریف الجزاء. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. اللهم انی اسالک بسم یا ستار یا غفار یا قهار یا جبار یا زبار یا بار یا مختار یا فتاح یا نفع یا مرتا. یا من خلقنی وصفانی، یا من رزقنی وربانی، یا من اطعمنی وسقانی، یا من قربنی وادنانی، یا من عصمنی وکفانی، یا من حفظنی وکلانی، یا من اعزنی واغنانی، یا من وفقنی وهدانی، یا من آنسنی وآوانی، یا من اماتنی واحیانی. یا من یحق الحق بکلماته، یا من یقبل التوبة عن عباده، یا من یحول بین المرء وقلبه، یا من لا تنفع الشفاعة الا باذنه، یا من هو اعلم بمنزل عن سبیله، یا من لا معقب لحکمه، یا من لا راد لقضائه، یا من انقاد کل شیء لامره، یا من السماوات مطویات بیمینه، یا من یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته. یا من جعل الارض مهادا، یا من جعل الجبال اوتادا، یا من جعل الشمس سراجا، یا من جعل القمر نورا، یا من جعل الليل لباسا، یا من جعل النهار معاشا، یا من جعل النوم سباتا، یا من جعل السماء بناء، یا من جعل الاشیاء ازواجا، یا من جعل النار مرصادا. اللهم انی اسالک بسمک یا سمیع یا شفیع یا رفیع یا منیع یا سریع یا بدیع یا کبیر یا قدیر یا قبیر یا مجیر. یا حیا قبل کل حی، حیا بعد کل حی، حی الذی لیس کمثلہ حی، حی الذی لا یشارک حی، حی الذی لا یحتاج الی حی، یا حی الذی یمیت کل حی، حی الذی یرزق کل حی، حیا لم یرث الحیات من حی، حی الذی یحیی الموتا، یا حی یا قیوم لا تاخذه سنة ولا نوم. یا من له ذکر لا ینسا، یا من له نور لا یطفا، یا من له نعم لا تعد، یا من له ملک لا یزول، یا من له ثناء لا یحصى، یا من له جلال لا یکیف، یا من له کمال لا یدرک، یا من له خزاء لا یرد، یا من له صفات لا تبدل، یا من له نعوت لا تغیر. یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا غایۃ الطالبین، یا ظہر اللاجین، یا مدرک الحاربین، یا من یحب الصابرین، یا من یحب التوابین، یا من یحب المتطہرین، یا من یحب المحسنین، یا من هو عالم بالمهتدین. اللهم اللهم انی اسالک بسمک یا شفیق یا رفیق یا حفیظ یا محیط یا مقیت یا مغیظ یا معیظ یا مذل یا مبدی یا معید. یا من هو احد بلا ضد، یا من هو فرد بلا ند، یا من هو صمد بلا عیب، یا من هو وتر بلا کیف، یا من هو قاض بلا حیف، یا من هو رب بلا وزیر، یا من هو عزیز بلا ذل، یا من هو غنی بلا فقر، یا من هو ملک بلا عزل، یا من هو موصوف بلا شبیه. یا من ذکره شرف للذاکرین، یا من شکره فوز للشاکرین، یا من حمده عز للحامدین،
يا من طاعته نجاة للمتين، يا من بابه مفتوح للطالبين، يا من سبيله واضح للمنيبين، يا من آياته برهان للناظرين، يا من كتابه تذكرة للمتقين، يا من رزقه أموم للطائعين والعافين، يا من رحمته قريب من المحسنين، يا من تبارك اسمه، يا من تعالى جده، يا من لا إله غيره، يا من جل ثناؤه، يا من تقدست أسماؤه، يا من يدوم بقاؤه، يا من العظمة بهاؤه، يا من الكبرياء رداؤه، يا من لا تحصى آلاؤه، يا من لا تعد نعماؤه. اللهم إني أسألك باسمك يا معين يا أمين يا مبين يا متين يا مكين يا رشيد يا حميد يا مجيد يا شديد يا شهيد، يا ذا العرش المجيد، يا ذا القول السديد، يا ذا الفعل الرشيد، يا ذا البطش الشديد، يا ذا الوعد والوعيد، يا من هو الولي الحميد، يا من هو فعال لما يريد، يا من هو قريب غير بعيد، يا من هو على كل شيء شهيد، يا من هو ليس بظلام للعبيد، يا من لا شريك له ولا وزير، يا من لا شبيه له ولا نذير، يا خالق الشمس والقمر المنير، يا مغني البائس الفقير، يا رازق الطفل الصغير، يا راحم الشيخ الكبير، يا جابر العزم الكثير، يا عصمت القائف المستجير، يا من هو بعباده خبير بصير، يا من هو على كل شيء قدير. يا ذا الجود والنعم، يا ذا الفضل والكرم، يا خالق اللوح والقلم، يا باري الذر والنسم، يا ذا الباس والنقم، يا ملهم العرب والعجم، يا كاشف الزر والعلم، يا عالم السر والهمم، يا رب البيت والحرم، يا من خلق الأشياء من العدم. اللهم إني أسألك باسمك يا فاعل يا جاهل يا قابل يا كامل يا فاضل يا واصل يا عادل يا غالب يا طالب يا واهب، يا من أنعم بطوله، يا من أكرم بجوده، يا من جاد بلطفه، يا من تعزز بقدرته، يا من قدر بحكمته، يا من حكم بتدبيره، يا من دبر بعلمه، يا من تجاوز بحلمه، يا من دنا في علوه، يا من علا في ذنوبه، يا من يخلق ما يشاء، يا من يفعل ما يشاء، يا من يهدي من يشاء، يا من يذل من يشاء، يا من يعذب من يشاء، يا من يغفر لمن يشاء، يا من يعز من يشاء، يا من يذل من يشاء، يا من يصبر في الأرحام ما يشاء، يا من يقتص برحمته من يشاء. يا من لم يتق صاحبة ولا ولدا، يا من جعل لكل شيء قدرا، يا من لا يشرك في حكمه أحدا، يا من جعل الملائكة رسلا، يا من جعل في السماء بروجا، يا من جعل الأرض قرارا، يا من خلق من الماء بشرا، يا من جعل لكل شيء عمدا، يا من أحاط بكل شيء علما، يا من أحصى كل شيء عددا. اللهم إني أسألك باسمك يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا بر يا حق يا فرد يا وتر يا صمد يا سرمد، يا خير معروف عرف، يا أفضل معبود عبد، يا أجل مشكور شكر، يا أعز مذكور ذكر، يا أعلى محمود حمد، يا أقدم موجود طلب، يا أرفع موصوف وصف، يا أكبر مقصود قصد، يا أكرم مسؤول سئل، يا أشرف محبوب علما. يا حبيب الباكين، يا سيد المتوكلين، يا هادي المذلين، يا ولي المؤمنين، يا أنيس الذاكرين، يا مفزع الملهوفين، يا منجي الصادقين، يا أخضر القادرين، يا عالم العالمين، يا إله الخلق أجمعين. يا من علا فقهرا، يا من ملك فقدرا، يا من بطنا فخبرا، يا من عبد فشكرا، يا من عصي فغفرا، يا من لا تحويل فكر، يا من لا يدركه بصر، يا من لا يخفى عليه أثر،
يا رازق البشر يا مقدر كل قدر. اللهم إني أسألك باسمك يا حافظ يا باري يا زاري يا بازق يا فارج يا فاتح يا كاشف يا زامن يا عامر يا ناهي. يا من لا يعلم الغيب إلا هو، يا من لا يصرف السوء إلا هو، يا من لا يخلق الخلق إلا هو، يا من لا يغفر الذنب إلا هو، يا من لا يتم النعمة إلا هو، يا من لا يقلب القلوب إلا هو، يا من لا يدبر الأمر إلا هو، يا من لا ينزل الغيث إلا هو، يا من لا يبسط الرزق إلا هو، يا من لا يحيي الموتى إلا هو. يا معين الضعفاء يا صاحب الغرباء يا ناصر الأولياء يا قاهر العداء يا رافع السماء يا أنيس الأصفياء يا حبيب الأتقياء يا كنز الفقراء يا إله الأغنياء يا أكرم الكرماء. يا كافيا من كل شيء، يا قائما على كل شيء، يا من لا يشبه شيء، يا من لا يزيد في ملكه شيء، يا من لا يخفى عليه شيء، يا من لا ينقص من قضائنه شيء، يا من ليس كمثله شيء، يا من لا يعزب عن علمه شيء، يا من هو خبير بكل شيء، يا من وسعت رحمته كل شيء. اللهم إني أسألك باسمك يا مكرم يا مطعم يا منعم يا معطي يا مغني يا مقني يا مفني يا محيي يا مرضي يا منجي. يا أول كل شيء وآخره، يا إله كل شيء ومليكه، يا رب كل شيء وصانعه، يا باري كل شيء وخالقه، يا قابض كل شيء وباسطه، يا مبدي كل شيء ومعيده، يا منشي كل شيء ومقدره، يا مكون كل شيء ومحوله، يا محي كل شيء ومميته، يا خالق كل شيء ووارثه. يا خير ذاكر ومذكور، يا خير شاكر ومشكور، يا خير حامد ومحمود، يا خير شاهد ومشهود، يا خير داع ومدعو، يا خير مجيب ومجاب، يا خير مونس وانيس، يا خير صاحب وجليس، يا خير مقصود ومطلوب، يا خير حبيب ومحبوب. يا من هو لمن دعاه دعاه مجيب، يا من هو لمن أعطاه حبيب، يا من هو إلى من أحبه قريب، يا من هو بمن استحفظه رقيب، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو في عظمته رحيم، يا من هو في حكمته عظيم، يا من هو في إحسانه قديم، يا من هو بمن أراده عليم. اللهم إني أسألك باسمك يا مصيب يا مسبب يا مرقب يا مقلب يا معقب يا مرتب يا مقوف يا محذر يا مذكر يا مسخر يا مغير. يا من علمه سابق، يا من وعده صادق، يا من لطفه ظاهر، يا من أمره غالب، يا من كتابه محكم، يا من قضاؤه كائن، يا من قرآنه مجيد، يا من ملكه قديم، يا من فضله عميم، يا من عرشه عظيم. يا من يشغله سمع عن سمع، يا من لا يمنعه فعل عن فعل، يا من لا يلهيه قول عن قول، يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال، يا من لا يحجبه شيء عن شيء، يا من لا يبرم الإلهاه الملهين، يا من هو غائط مراد المريدين، يا من هو منتهى همم العارفين، يا من هو منتهى طلب الطالبين، يا من لا يخفى عليه ذرة في العالمين. يا حليما لا يعجل، يا جوادا لا يبقل،
يا صادقا لا يخلف، يا وهابا لا يمل، يا قاهرا لا يغلب، يا عظيما لا يوصف، يا عدلا لا يهيف، يا غنيا لا يفتقر، يا كبيرا لا يصغر، يا حافظا لا يغفل. سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث بنا من النار يا رب. التماس دعا. اللهم صل على محمد وآل محمد. زیارت پڑھتے ہیں ہم شب قدر، دور سے فرزند رسول صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیک یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیک یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیک یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیک یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واعطیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت الله ورسوله وأتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامقة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من متلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والقربة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرايع ديني وقواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارت شهزاد علي اكبر. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين، السلام علیک یا ابن الحسین الشہید، السلام علیک ایہا الشہید وابن الشہید، السلام علیک ایہا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امتاً قتلت کا، ولعن اللہ امتاً ظلمت کا، ولعن اللہ امتاً سمعت بذالک فرضیت بہ. زیارت سائر شہداء. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و عبداء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہرائی سید النساء العالمین.
السلام علیکم یا انصار ابی محمد حسن ابن علی الزکی الناصح الامین، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بابی انتم و امی طبتم و طابت الارض اللتی فیہا دفنتم و فزتم واللہ فوزا عظیما، فیا لیتنا کنا معکم فنفوزا معکم۔ زیارت حضرت عباس۔ السلام علیکم ایها العبد الصالح المطیع للہ ولرسوله ولامیر المؤمنین والحسن والحسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرته ورضوانه ولا روحک وبدنک، اشهد واشهد اللہ انک مضیت علی ما مضى به البدریون والمجاہدون فی سبیل اللہ المناصحون له فی جہاد اعدائه المبالغون فی نصرت اولیائه الزابون عن احبائه، فجزاک اللہ افضل الجزاء و اکثر الجزاء و اوفر الجزاء و اوفا جزاء احد ممن وفا ببیعت و استجاب له دعوت و عطا ولاۃ امره، اشہد انک قد بالغت فی النصیحہ و آتیت غایت المجہود، فبعثک اللہ فی الشہداء وجعل روحك مع ارواح السعداء وعطاك من جنانه افساها منزلا وافزلها غرفا ورفع ذكرك في عليين وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، اشهد انك لم تهن ولم تنكل وانك مضيت على بصيره من امرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين، فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله واوليائه في منازل المحبين فانه ارحم الراحمين۔ السلام عليك يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس وانيس النفوس المدفون غريبا وحيدا شهيدا بارض طوس، السلام علیک ایها السلطان یا علی ابن موسی الرضا صلوات اللہ وسلامه علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا نور اللہ، السلام علیک یا حجت اللہ، السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسحل اللہ تعالی مخرجک ونور الله عيوننا بظهورك، السلام عليكم يا اهل بيت النبوه ومعدن الرساله جميعا ورحمه الله وبركاته، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دو رکعت نماز زیارت،